بالنسبة لنا اللقاء ديال اليوم كاين دارج في إطار المتابعة اللي كيقوم بها جمعيات المجتمع المدني في ملف الطفلة فاطمة. وملف الطفلة فاطمة ماشي هو اللي يولد فقط هذا العمل ديال هذا النسيج الجمعوي، وإنما جمعيات فاعلة في نطاقة حماية الطفولة منذ سنوات. كل جمعية لها تاريخ ديالها. بالنسبة لنا حنايا كتار ديزون فهي تعمل في إطار حماية الطفل من الستينات، كتعمل في المغرب. تارديزون على ما كنظن الكثير لا يعرفها، لأنها جمعية اعتادت العمل في الظل. البرامج اللي كنقوم بها في إطار حماية الطفل، ما هو طبي وما هو في حال هذا الموضوع، بمعنى أن كنشتغلوا في إطار حماية الطفل كطفلات كخادمات في البيوت، والأطفال في مجال الرعي والمجال الزراعي منذ سنة 2008. عندنا تقارير سنوية اللي كتثبت بأن الظاهرة موجودة وموجودة بحدة. كان العمل ديالنا كيمشي في إطار أننا كنحاولوا ما أمكن نديروا واحد الدراسة ميدانية، وكنحاولوا نعرفوا اشنا هي المناطق التي تصدر اليد العاملة الصغيرة، وكننتقلوا لهاد المناطق هذه، وكنحاولوا نقوموا فيها بعمل مع الأسر اللي كيمشي في واحد الجنة في واحد أربعة ديال لي زاكس اللي كاينين عندنا في البروجي. بمعنى كنقوموا بالحماية بدور هذا لا بريفونسيون لا بروتيكسيون لا ريانتيغراسيون، وعندنا ان اكس بليدويي اللي في اطاره ايضا كيندرج هذا اللقاء ديال اليوم. البليدويي كيحتل عندنا واحد المساله مهمه جدا اللي كنحطوا عليها الاسبوع، واللي حاولنا باش اننا نعيطوا على جميع الجمعيات الفاعله باش نمشيو في هذا الاطار هذا بواحد الشكل منظم. لانه الا كان عندنا حنا ان اكس بليدويي كارتار ديزون، فحنا بوحدنا صوت واحد ما كيعنيش، وانما الا كنا كنتشكلوا في نسيج جمعوي متكامل فكنشكلوا قوه اقتراحيه وقوه ضاغطه اكثر. احنا ايضا بصدد تشكيل ائتلاف جهه سنس مسا اللي كيضم واحد المجموعه ديال الجمعيات اللي كتشتغل في اطار محاربه تشغيل الاطفال، وايضا جمعيات اللي كتشتغل في اطار حمايه الطفل. لهذا السبب هذا جات الوفاة والحدث المفجع ديال الطفلة فاطمة باش أننا نكبروا النسيج الجمعوي أكثر، ونعيطوا على جمعيات أخرى من المنطقة باش أننا نتضمنوا في إطار هذا الملف. هذا اللقاء ديال اليوم حاولنا ما أمكن باش نخرجوا بواحد اللجنة التنسيقية لتتبع هذا الملف. هذه اللجنة هذه اللي اجتمعت واحد 5 دقائق هذه باش أنها اختارت عطات التنسيق ديال العمل للتغديزون اللي غادي تشرف على هذا التنسيق هذا لتتبع هذا الملف، ومساندة جمعية صوت الطفل اللي كتشكل طرف مدني، بالإضافة إلى جمعية إنصاف أيضا الوطنية اللي كتشكل أيضا طرف مدني في هذا الملف هذا. شكرا. بالنسبة للخطوات السيدية المقبلة مثلا نديرها في هذا الملف هذا؟ بالنسبة لنا احنا حاليا هاد اللجنة هذه اللي تشكلت بتنسيقية ديال التغليزون غادي نجتمعوا يوم الاثنين ان شاء الله مع 6 ديال العشية، على اساس انه نكونوا حاولنا نكملوا الرؤية، لان ان شاء الله غادي ننطلقوا الان غادي ننطلقوا جهة الاسرة الدوار دوريجين ديال هاد الاسرة هذه باش نشوفوا نكملوا الصورة من عند العائلة، لان من خلال لقاءات ديالنا مع الابوين ديال الطفلة اتضح من خلال كلامهم انهم حسوا برسهم بانهم منبوذين، بانهم معزولين، بانهم ما تلقاوش العزاء ديال الناس ديال الدوار، ان السلطات المحلية عندهم تما ما قامت باي خطوة تجاه هذه الاسرة هذه. فبغينا نمشيو باش ان الاسرة تعرف بان كاين جمعيات مجتمع المدني موراها، بانها غادي تساندها وغتتابع هذا الملف هذا.
وباش نكملوا ايضا الصوره باش تتضح لنا الصوره الاسباب الحقيقيه اللي مثلا خلات ان هاد الوالدين هادو التواجد ديال هاد الطفله هادي، لان ما يروج ان الطفله 3 سنين هادي وهي كاينه عند هاد الاسره المشغله، ما كايناش اي علاقه بين الطفله مع الوالدين ديالها. بغينا نعرفوا اشنا هما الاسباب، واش كاينه يد خفيه اللي كانت مورا ان هاد ما يكونش هاد العلاقه ما بين الاسره وما بين الطفله. ايضا بغينا باش ان شاء الله نكملوا الصوره وتكلفوا الاخوان اللي في التنسيقيه باش انهم يكملوا نشوفوا الرابور ديال التشريح ديال الطبيب الشرعي، تكون عندنا على الاقل اننا نكونوا نطلعوا عليه وتكون عندنا انكوبي، لان اللي كاين دابا هو ما يروج في الجرائد، هو اللي كاين عند الجمعيات. ملي تنقلنا العين المكان في المستشفى فكيقولوا لنا بانه الرابور كاين عند الضابطه القضائيه وضروره ربط الاتصال بالضابطه القضائيه باش تعطي نسخه من الملف. حنا في لهذا السبب دابا جمعيه صوت الطفل تشكي طرف مدني، بمعنى انها قامت بالواجبات ديالها القانونيه وغادي نطالبوا بنسخه من هذا الملف، من هذا الرابور ديال التشريح باش انا نطلعوا عليه ونعرفوا باش على الاقل تكون عندنا الصوره ونعرفوا الملابسات والظروف ديال هذا الملف. ايضا حنا بصدد اننا كنوجدوا لي بوان دو بليدوي اللي حنا غادي نتكلموا عليهم. حنا ما نطالبوا به ماشي شي حاجه اللي هي جديده، هذا الشيء هو يا نضال ديالنا من القديم، واننا نطالب بتطبيق القوانين اللي كاينه. حنا ما كنطالبوش بشي حاجه جديده، لان القوانين كاينه عندنا، الترسانه القانونيه تبارك الله عندنا غنيه جدا، نطالب بتطبيق هذه القوانين هذه. ونطالب ايضا بانه الجمعيات باش ما يكونش عندنا بحال، لانه حنا كنتصدموا منين كنسمعوا انه لا وسائل الاعلام للمواطن كيوجه لنا الاتهامات حنا كجمعيات باننا حنايا كنطيحوا كنتبعوا موجه، كنتسناو حتى كيكون طفل اللي كيتعرض للعنف او حتى كيموت الطفل عاد الجمعيات باش كتظهر وكتقول اللهم ان هذا منكر. بل على العكس كاين جمعيات اللي فاعله وعامله وعندها لي رابور ديالها، عندها جميع لا ديكومونطاسيون ديالها اللي اي واحد ممكن انه يجي ويستفد منها ويعرف المعطيات اللي كتشكل عندنا هذه الظاهره والاسباب. معنا هذا من ضمن ايضا النقاط اللي حنا كنطالبوا بها، وان شاء الله كنتمنوا ان الجمعيه تستمر، لان حنا عارفين بان بحال هذه الملفات ما يمكنش انها بالليل ونهار انه يتشاف فيها. كنتصدموا ملي كنسمعوا كلمات، انا عندي بنتي طفله ديال 11 سنه، البارحه غادي نخرج نمشي باش نحضر في اللقاء ديال راديو بلوس، كتسولني ماما فين غاديه؟ قلت لها شنو؟ قالت لي ماما كتعذبوا راسكم، السيده غادي يجيب سيرتيفيكا وغادي يقولوا راه حمقى وغادي يطويو الملف. معنا منين ولا عندنا طفل ديال 11 سنه في بلادنا كيعيق بانه بحال هذه الممارسه تكون، هنا حنايا خصنا ايضا نقولوا للحكومه المغربيه بان راه الطفل عاق صافي، عرف وفاهم وعرف بانه كاين الممارسات اللي كتديفي الملفات. فاحنا كمجتمع مدني نمثل نفسنا اليوم ونقول باننا قوه اقتراحيه، قوه ضاغطه، وخص الصوت ديالنا يسمع، وحنا نكمل عمل الحكومه، نكمل مجهود الحكومه. حنا ما كنفيزي حتى شي حد اون بيغسون، ولكن اللي كنطالبوا به انه تطبيق القوانين. شكرا.